مهما تراجعت او خفت عنها الاضواء تظل الكره الايطاليه بالنسبه لي حاله حب وحاله شغف. ارتبطت بكثير من نجومها وارتبطت بكثير من فرقها، مين ينسى نيستا ومالديني وبيرلو وتوتي وباجيو وديل بييرو وفيالي وزولا وغيرهم من النجوم اللي ياما متعونا جيلي. انا استمتع الحقيقه بنجوم الكره الايطاليه ومنهم واحد النهارده من اساطير انتر ميلان والمنتخب الايطالي، بيشرفنا طبعا في السادسه من خلال وجوده معنا من خلال الفيديو كونفرنس ماركو برانكا احد هدافي انتر ميلان ومنتخب ايطاليا، وبالمناسبه كمان هو كان المدير الرياضي السابق لنادي الانتر في فتره موراتي، فترة كانت الحقيقة شهدت عدد كبير جدا، نسخة كانت محترمة من الانتر وكان فيها عدد كبير من النجوم. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات من أهم الأهداف اللي أحرزها ماركو برانكا مع الانتر، اللي بشكره على وجوده معانا وعلى قبوله الدعوة وظهوره على شاشة الأهلي في السادسة. مساء الخير على جماهير الأهلي في كل مكان، شكرا لقناة الأهلي وللإدارة على توجيه الدعوة إلى ماركو برانكو للزور على قناة واحد من أعظم الأندية في العالم ومن قلائل الأندية المصرية التي لديها قناة خاصة بها. الأهلي معروف في إيطاليا وأوروبا ومعروف في العالم الجميع، شكرا لكم وتقبلت الدعوة بصدر الرحب.